ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شانيل. جزبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما الهام شانيل. الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتكبير منطقة الصدر بمكونين فقط، لا أقل ولا أكثر، يعني سهلين مهلين بساطين ورخاصين. كنتمنى تجربوا الوصفه، وما تنساونيش دائما بعد تجربتكم لاي وصفه طبيعيه كانت مقدمه لكم دائما من طرف القناه ديال الهام شانيل، يعني بعد مرور واحد الاسبوع او اسبوعين لو ماكسيموم اي على الاكثر، خليو لينا تجارب ديالكم والنتائج ديالكم، كيفاش جاتكم الوصفه، واش تواتات معكم ولا ما تواتاتش معكم، واش عجبتكم ولا ما عجبتكم. شو كل هاد الاشياء كنرحب بها على راسي وعينيا دائما في خانتي التعليقات. ولا عندكم دي غوسيت اخرين لتكبير منطقه الصدر كنتم مجربينها ولقيتوا عليها فعاليه ونتائج اللي هي مضمونه مجربه، خليوها لينا اوسي في لي كومونتير، لانه بزاف السيدات كيهمهم هذا الامر هذا اللي هو تكبير منطقه الصدر، خصوصا السيدات اللي كيعانوا من يعني الصدر الصغير. فكنتمنى تعجبكم، نتمنى تستفدوا معايا منها، تجربوها وتردوا علينا في خانتي التعليقات. على بركة الله غنمشي باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفة السحرية بامتياز، ومن بعد نمشي باش نتعرفوا على طريقة التحضير وطريقة الاستعمال. بالنسبة لأول مكون غادي نحتاجو ليه في هذه الوصفة اللي هو البياض ديال البيض. كما كنعرفوا على البياض ديال البيض هو مفيد جدا لتكبير منطقة الصدر، ممكن تبحثوا ليه في سوق الانترنت إلا بغيتوا أكيد، يعني أي وصفة طبيعية بغيتوا تبحثوا عليها قبل ما تجربوها فما عليكم إلا تبحثوا على كل مكون من المكونات اللي كتكون منه الوصفة وعاد جربوا الوصفه، يعني بحثوا قراوا وعاد جربوا الوصفه. كما قلت لكم بالنسبه للبياض ديال البيض فهو مفيد جدا لتكبير منطقه الصدر، واخا الريحه ديالو غير زكيه وغير طيبه، ولكن ممكن تعملوا مع هذه الوصفه واحد القطرات ديال زيت الورد ولا الماء ديال الورد، كمسه ديك الريحه ديال البيض ديال البيض، اكيد لا هو ولا صفار ديال البيض كتكون فيه واحد الريحه شويه غير مستحبه. فإلا بغينا يعني نتخلصوا منها فممكن نعملوا بعض القطرات ديال زيت الورد ولا الماء ديال الورد باش نتخلصوا من الرائحه الكريهه والغير مستحبه، ونحصلوا على رائحه مستحبه ورائحه زكيه في نفس الوقت. فبالنسبه للبيض ديال البيض استعملت بيضه واحده، يعني خديت بياض ديال البيض ديال بيضه واحده ماشي ديال جوج ديال البيضات. الا كنتو فرد واحد فغتعملوا غير بياض ديال البيض ديال بيضه واحده، كنتو جوج غتعملوا يعني كل فرد كيخصو بياض ديال البيضه واحده. دونك هالبياض ديال البيض استعملتو غير البيض العادي ماشي البيض البلدي، بالنسبه للسيدات اللي يقدروا يسولني هذا السؤال في خانة التعليقات فنجاوبكم يعني من خلال هذا الفيديو من الاحسن والافضل كذلك. فخديت غير البياض ديال البيض العادي ماشي البياض ديال البيض البلدي. الا عندكم ديال البيض البلدي فحتى هو راه افيكاس وكيكون احسن صراحه من البيض العادي، انا حاليا متوفرش عندي. فبالنسبه لثاني مكون اللي هو الحلبة، بودرة الحلبة دائما كنقدمها لكم في التسمين وفي تكبير الصدر، فالحلبة كتبقى من بين البودرات الرائعة جدا. خذوا الكونتيتي اللي بغيتو، انا هنا تقريبا خديت 3 ديال المعالق صغار ديال البودرة ديال الحلبة، ممكن تاخذوا قل كيف ممكن تاخذوا اكثر، الشوا كيبقى لكم غير هو الحلبة. حاولوا تاخذوا نوعية مزيانة، يعني تجيبوا الحبيبات ديال الحلبة تسحقوهم طحنوهم قبل يعني يكونوا مطحونين، من بعد تسحقوهم وتغربلوهم عاد تستعملوا الوصفه لمنطقه الصدر. ممكن تاخذوا الحلبه من عند العشاب ولا من عند العطار، يعني مسحوقه الحلبه هكاك بودره بحال البودره ديال الدقيق يعني كيكون غبره، ولكن يقدر ما يكونش افيكاس، يقدر ما يعني الوصفه ما تنجحش معكم. دونك هنا كل شويه كيبقى لكم اما تاخذوا البودره ديال الحلبه مسحوقه ومغربله من عند العطار، غير هو خاصو يكون ثقه، يعني المسائل اللي كيبيع تكون مزيانه وذات جوده عاليه، او تجيبوا الحلبه وطحنوها ومن بعد تسحقوها وتغربلوها وتقدموها بالصحه والراحه في اي وصفه، ماشي غير في تكبير الصدر، انما حتى في الوجه حتى في الجسم حتى في اي منطقه المراد تبيضها او المراد تكبيرها. فالمهم هو الحلبه تكون ذات جوده عاليه وتكون نوعيه مزيانه.
فهادو هما هادشي اللي استعملت انا شخصيا يعني في الكونتيتي. دابا ما بقى لي غير نوريكم طريقه التحضير وطريقه الاستعمال بعد ما تعرفنا على المكونات والكميه ايضا. فغادي ناخذ البياض ديال البيض ونضيفه للحلبه. ونخلطوا الكل بواسطة ملعقة أكيد. خصكم ضروري ما تخلطوا الوصفه مرارا وتكرارا باش تحصلوا على النتيجه اللي بغيتوا. يعني ماشي تجيو تعملوا الوصفه هكاك بلا تخلط، خاصها تخلط تقريبا واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق وانتم كتخلطوا فيها عاد تستعملوها لمنطقه الصدر. بعد ما كنخلطوا الوصفه مزيان كتصبح لينا بهذا الشكل هذا ولا بهذا القوام هذا، يعني داك البياض ديال البيض شربتو الحلبه كما كتشوفوا. انا نحاول نقرب لكم. فبعد ما تصبح لكم بهذا الشكل هذا غادي تطبقوها على منطقه الصدر، يعني تعملوا بها عمليه المساج لمنطقه الصدر ديالكم واحد المده ديال ربع ساعه ولا ثلث ساعه. من بعد تخليوا الوصفه تنشف يعني يشربها الصدر ديالكم المفعول حتى هو يطلق في منطقة الصدر. فغادي تخليوها واحد المدة ديال ربع ساعة ولا ثلث ساعة وهي فوق الصدر ديالكم حتى تحسوا بها نشفات نهائيا. عاد غتوصلوا منطقة الصدر او تمسحوا بليلانجيت اللي كيكونوا طبيين يعني من الصيدلية كيكونوا مزيانين. و من بعد ممكن ترطبوا ديك الصدر ديال كل سيده بزيوت، مثلا بزيت جونسون للاطفال من بين الزيوت الرائعين. ايضا ممكن ترطبوا بزيت، يعني كاينين بزاف صراحه ديال الزيوت على حسب نتوما وشنو كيناسبكم وشنو كتبغيو وشنو كتفضلوا. ممكن حتى تلجؤوا لزيت جوز الهند اللي هو زيت الكوكو، حتى هو رائع وايضا ما غيخليش لكم الرائحه ديال البياض ديال البيض، يعني خصوصا السيدات يعني المتزوجات ريحه البيض ما كيبغوهاش في الصدر او في اي منطقه اخرى. فممكن تلجؤوا لزيت جوز الهند لانه ريحته طاغيه وما كيخليش المنطقه فيها ريحه البياض ديال البيض ولا الصفار ديال البيض. ف ممكن نلجؤوا لزيت جونسون للاطفال كيف ما ممكن نلجؤوا لزيت جوز الهند اللي هو زيت الكوكو، كيف ما ممكن نلجؤوا للزيت ديال الورد حتى هو راه رائع وافيكاس ومضمون ومجرب باش تخلصوا من اي مشكل عندكم، يعني او ديك الرائحه الكريهه بليتو في البشره الوجه ديالكم او في الجسم او في اي منطقه يعني كاينه عندكم خصوصا منطقه الصدر. يعني فاش كنعملوا ليها البياض ديال البيض ولا الصفر ديال البيض
كنحسوا بانه الرائحه يعني باقه في اي منطقه. فكما قلت لكم يعني عطيتكم من بين الزيوت الرائعي، لانه بزاف السيدات يقدروا يسولوني، فممكن تلجؤوا لزيت الورد، زيت جونسر الاطفال، وزيت جوز الهند، ودلكوا بهم منطقه تصدروا بالصحه والراحه. هذه الوصفه راه مفيده جدا، يعني تقريبا من اول استعمال حتى لثاني استعمال غتبان لكم النتيجه، ويبان لكم الفرق، وتبان لكم النتيجه كما كنقولوا قبل وبعد. شكرا لكم على حسن المتابعه، ما تبخلوش علينا باللايك، اشتراكم القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في لابادا انفو. وانا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في البروشين فيديو. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله وباذن الله كذلك.